بيقول لماذا لم يذكر اسم السيدة العذراء في رسائل القديس بولس الرسول؟ في رسائل بولس الرسول في غلاطي 4:4 قال ان في ملك الزمان ولد المسيح من امرأة حسب النهو، ليقصد العذراء طبعا، وكون ان ما تذكرش بالاسم كانوا خايفين من اعتداءات اليهود عليها، مش معناها إقلال من قيمة السيدة العذراء، لأن في إنجيل لوقا مكتوب إذا منذ الآن جميع الأجيال تفوضني في لوقا الصحاح، وأيضا القديسة إليصابات في إنجيل لوقا قالت من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ بل أكثر من هذا إن في نفس هذا الإصحاح قيل إن لما صار صوت سلام مريم في أذن إليصابات امتلأت إليصابات من الروح القدس. عايزين أكثر من كده؟ إن مجرد مريم ادتها السلام فامتلأت إليصابات من الروح القدس وقالت كلام نبوءة. من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ منين عرف؟ منين عرف؟ وأيضا قالت لها طوبى للتي آمنت بما قيل لها من الرب. منين عرفت إليصابات أنها آمنت بما قيل؟ وقالت لها لما ارتكب الجنين بالتهاب في بطن كل ده عن العذراء. وبس تقول ما كتبش بولس، اهو لوقا اللي كتب الحاجات دي كلها كان تلميذ بولس الرسول، وهو اللي كتب كل رحلات بولس، وهو اللي كتب اعمال الرسل. ما تحاولوش انكم تقللوا من قيمه العذراء لاسباب هامشيه من هذا النوع، لا ودت ولا جدت.